bounds. السلام عليكم. اليوم احكي لكم على موضوعين مهم، اللي هو الماركين، زين، اللي نستخدمه سواء بالسبينال انستيزيا او بالابيدورال والفلتريشن، زين، وعن السبينال نيدل عن الابيدورال سيت. نبدا وياهن وحده وحده. الماركين او البوبيفاكين اللي هو اصلا شنو؟ مخدر موضعي، لوكال انستيزيا. الماركين طبعا صنعوا بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هو شنو مش مكتوب ماركين شنو سباينال، 0.5% هافي يسموه. والنوع اللي هو البوبي فاكين أو الماركين هم 0.5% بس شنو سوليوشن فور انجكشن. هسه هنا عندنا صار شغلتين، هنا ليش كاتبين عليه فور سباينال انستيزيا وهنا ليش ما كاتبين للسباينال؟ زين، هنا ايش كاتبين؟ هاي مثل ما تشوفون فور ابيدورال والسبكوتينيوس يوز اولي، يعني ما يصير نستخدمه بالسباينال. حطيكم الفروقات بينهم. هسه هاي امبولة ماركين، زين، بس يا نوع اللي هو الهافي اللي نستخدمه بالسباينال. سووا خلوا ماركين تركيز 0.5%، يعني 5 ملغ بالسي سي. هي الأمبولة كلها مثل ما جاي تشوفوها، الأمبولة كلها شقد؟ 4 مل، يعني كلها شقد بها ماركين؟ 20 ملغ. هاي نقطة. النقطة الثانية، ضافوا له للماركين ضافوا له كلوكوز مونو هيدريت، يعني سكر أحادي. هاد شركة مثلا خلت 80 ملغ، او شركات حتلقون 92، يعني كل شركة تخلي تركيز معين من السكر المن للماركين الكلوكوز. يعني الفكرة هنا من خلوا الكلوكوز حتى شنو يسوي؟ بثقل، يصير اثقل من السي اس اف. فمن ننطي سباينال وين منوجه المريض شي يصير؟ يروح ويا الهافي ماركين. يعني مثلا نطينا احنا سباينال، نريد العملية زين بالابدومن، مثلا فتق، نوجه المريض على جهة الفتق، زين، حيصير خدر بالمنطقة. او مثلا عدة عملية بالاطراف السفلى، زين، وردنا نطي سباينال، زين، هم نوجه الماركين وين؟ على جهة الاطراف، زين، بانه نخلي وضع المريض اعلى من رجله. فوين اللي حيروح الماركين باعتبار هو ثقيل؟ حيروح بالاتجاه اللي نوجه به. فهاي الفكرة منه. عندنا السباينال نيدل مثلا سال كل لون لها شنو قياس معين. مثلا البرتقالية قياسها 25، السوداء قياسها 22، زين. بشكل عام احنا اذا نريد نعرف شنو مكونات السباينال نيدل، اول شي عندنا اذا تشوفون هاي الطوخ، هاي النيدل اللي فوق النيدل، زين، يصير طبقة مثل البلاستيك، هاي شو يسموها؟ الكاثيتر. وعندنا هنا شنو هاي الكفر، يعني اللي حنسحب منه النيدل اللي هو يسموه الستايليت، زين، ورا ما نسحب حيطلع لنا السي اس اف وين؟ هنا يسموه ترانسبلات هوب، هذا اللي مأشر عليه بإيدي. ترانسبلات هوب هذا شنو؟ هذا حين يصير بي سي اس اف ويبدي ينزل منه، فاحنا نعرف بانه احنا السباينال شنو ان. هاي خلصت من السباينال بشكل عملي بسيط. نجي على الماركين اللي هو ياهو يسموه الايزوبارك، يعني المتعادل اللي يصير اخف من السي اس اف. فما يصير هذا او يعني كثافة السي اس اف، هذا ما نستخدمه وين؟ بالسباينال. حنستخدمه بالابيديورال. هذا شلون يجي؟ يجي اما امبول مثل ما جاي تشوفوها، زين، بيها 10 مل، زين، وهم نفس الشي 5 ملغ بالمل، يعني سالمبولة كلها شقد؟ 5 × 10 = 50 ملغ.
هاي أمبولة الماركين، إيش قد نقدر نوصل دوز بالماركين؟ 2 ملي جرام بير كي جي. بعد أو يجي بشكل فيال بها 20 مل، زين؟ يعني بشكل عام هو ثابت 5 ملي جرام بالسيسي الواحد، زين؟ نستخدمه أما بالدورال أو فلتريشن. هذا يا هو الماركين ما مكتوب عليه هافي، ونشوفه بدون مادة إضافية. يعني هناش مكتوب مثل ما جاي تشوفون، كل 10 مل كونتين بيبي فاكين بشقد 50 ملي جرام فقط. بينما اذا نشوف الماركين مال سباينال شو مكتوب عليه، واو بيبي فاكين ويا شنو، يعني 5 ملي جرام بالسي سي ويا كلوكوز مانو هايدريت شقد 80 ملي جرام. فهذا الفرق بينهم، يعني هاي اذا ما مكتوب، حتى ما مكتوب يعني على الأمبولة بين هاي السباينال، تقرون المحتويات. هسه عرفنا الفرق بين الماركين اللي نستخدمه بالإبيدورال والماركين اللي نستخدمه بالسباينال. هسه حنحكي على المكونات مال من مال إبيدورال سيت. هاي قدامكم إبيدورال سيت. اول شيء حتشوفون هاي الليبل، هذا الليبل حتى يعني ورا ما نخلص نلزق بيه حتى ما يصير دفع أدوية بشكل خطأ، حتى نعرف بأنه هذا المين للإبيدورال. هاي خلصنا. نجي على النيدل، هاي شي يسموها الإبيدورال نيدل، اسمها الثاني شنو؟ توهي نيدل. التوهي شنو؟ هسه حنفتحها حتى تشوفوها زين. راسه يصير مدبب، شوفوا يمكن شوية مو واضحة، هاي الفكرة منها، لأنه راس النيدل حيصير مدبب. هاي أول شغلة. بس المكون الثاني عندنا سرنجة. السرنجة هاي شنو صفاتها؟ يكتبون عليها لو ريسيستنس. هاي اللورس العفو اللوس ريسيستنس مو لو ريسيستنس. هاي شنو الفكرة؟ من ندخل بالتوهي نيدل حنربطها وياه زين، احنا ساحبين وندفع، ندفع المفروض ماكو ريسيستنس. من ندخل بالمكان اللي نريده حنشنو؟ نفقد الريسيستنس. يعني هاي مصممة بس نتأكد احنا اللي بالديورال صح، مو نسحب بيها دوا. فهاي المكون الثاني. عندنا هذا الادابتر، هذا الربط هنا زين، وعندنا هذا الفلتر ويا اللور لوك يعني قفل زين. هذا منا طبعا احنا ندفع مادة الابيديورال. هذا الفلتر شوفوا زين، وعندنا تبقى الشغلة الأخيرة اللي هي الابيديورال كاثيتر، اللي هي هاي حتدخل بالابيديورال فيلد. اتمنى يعني اللي هنا الشرح واضح وما بي اي مشاكل زين، واي استفسار تقدرون تخلوه بالتعليقات. شكرا على المتابعة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.